بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض ديالنا تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحة جيدة ولله الحمد. الحمد لله. أولا شي سلعة هي وصلت الإخوة اللي كانوا مريزيرفين بزاف ديال البياس، هي هما موجودين أكثرية الإخوة من الجملة. الحمد لله السلعة هي كاملة وصلت، كلشي غادي توصل بالسلعة ديالو إن شاء الله في أقرب وقت، غدا إن شاء الله عم بتولي الخميس ضروري نوجدوا المسائل الإخوة كاملين باش غدا نسردوها لهم. قربنا يا اخي ايوب، نبداو كما غادي تشوفوا معنا تشكيلات في الاكامي، بزاف الاخوان كانوا طالبينهم لي. ها لنا فيهم الطايا اكس اكس ال، وكاينه الطايا الام، عندنا الطايا الام، وكاينه كنظن الطايا الال، كاين الطايات كاملين. ها هي الطايا الال، انا كنظن كنلبس الام كما كتشوفوا معايا، شي حاجه دوريجين هي تاو ديالها واعر مبرد شي حاجه. يا سلام على خي ايوب، بسم الله، شي حاجه واعره واعره. ها هي بياسه ناضيه، يعني الاخوه اللي قدي غادي يلبسوا الطايا ال، وكاينه الطايا ام زايده عليها شي شويه، وكاينه اكس ال، وكاينه الدوبل اكس ال، كاينين الطايات كاملين. هادو ما تشكيكيطات الطايات كاملين، ها هما موجودين قرابش كذلك ديالهم، قرب ما يا ايوب ها هما موجودين اكامي. هادو خوتي كلشي دوريجين كما كتشوف معايا، شي حاجه واعره اللوين مزيون ما كيبانش فيهم الوسخ مره. مسائل ناضيه ديالها ها هي ريبشاس، يا سلام. و شني اخر هنا عندنا هاد الكفات، هادوما قرب معايا، عندنا هنايا الطايه فيهم اكس ال، وعندنا فيهم اكس ال، وكنظن كي ال ال، هادي هي ال ال دابا هي اللي كتجي قدي مثلا الاصدقاء. هادو الطايات فيهم دوريجي، ما فيهمش داك الطايات يعني اكس ال غادا تجيك ال ال غاتجيك مزيره ولا كبيره، هي سخونه بزاف هادي، البروده ما تدخلكش على حسابي. ها هي خوتي كما كتشوفوا ال ال كتجيني ناضيه، زولوها ايوا هي سخونه. نكملو لكم الفيديو ديالنا، هادي هي نخليها هنا ديالي. المهم كما قلت لكم التيكيطات ها هما موجودين، الطرابش كذلك ها هما موجودين، كفات ها هما موجودين. الثمن ان شاء الله غادي يكون فيهم مناسب، شي طريبشات بحال هيدا الدايوا تيمانو ديوكي كاينين كيتسمى موجودين. ندوزو لكم ان شاء الله دابا شي حاجه المنضوله، ها هما منضوله زونزون نكون جبنا هاد اليومين شي حبات منهم. طبعا الحمد لله انا ما قدرت نجيب كلشي للمحل، الحمد لله المحل عمر غادي نجيبو شي شويه بشويه. ها هو موجود الخير اللي بغيتو منهم، شحال ما بغيتو من بياسه موجوده. هادو هما الثمن ديالهم، انا عامل لهم 600 درهم هنايا في المحل، الثمن زيد مناسب فيهم، كاينين 11 الحبات حاليا. ندوزو القصيبات كما كتشوفوا معايا الجديد، كاين 100 حبه الاكا 100 قصبه الاكامي وزونزون خالطي اللي دخلوا. شوفوا الثمن جد جد مناسب في هاد القصب هادوما. هادي اكامي سينريس الاخرين 4 متر و20، شي حاجة واعرة بزاف، شي حاجة غارانتي. هانتينا خي ايوب، ها المليح، هابونتا سيمي هبريدة واعرة، هانتينا سيبا ناضية 30 طن ديال الكربون، هاهي سينري سبيسيال معروفين ساعة نعملكم اليوم واحد الشهر بوحديتو. ها المسائل ديالها، خراسي ديالها كيما كتشوف معايا هنايا، خراسي فوجي، خراسي فوجي جد الخرصاص، شي حاجة واعرة بزاف. هادي هي هادي نقولوها هنايا سينريس، هادو مخدومين 30 طن ديال الكربون. عندي هادوما اللي وريتكم مؤخرا ديال التريف، اكامي تريف 40 طن ديال الكربون مخدومين، ها هي اكامي تريف، هادوما واعرين، كاينه الطريقه ديالهم كتبع مع بطيطه، ها هي ها هو المليح. هادو انا جربتهم تيستيتهم في البحر، شي حاجه حامقه يا سلام. هادو عندي منهم عاود ان شاء الله جوجات ديالي وموجود الخير منهم. وندوزو كذلك سون سيت، شوفوا هادي هي
ديالها والكونتا ديالها سيمي هبريدا شي حاجه واعره. هادي اكامي سون هاي اكامي سون سي سبيسيال 30 طن الكربون مخدومه قصيبات مزيونين خفافين وشي حاجه واعره. مثل الوسطاني كذلك خراسي فوجي خراسي فوجي ها هما نص الوسطاني جد الخرصات بياسات حومق هما نزلوهم هنايا وباقي لي قصاب بزاف باقي لي قصاب بزاف في الدار كما كتشوفوا سونسيت راديانت نشوفو نحاولو نفتحو وحده منا ولا جوج منا الخير موجود منهم. ثلاثين طن الكربون 40 طن الكربون بورت موليني ها هو دي بي اس فوجي كامير راديانت سبيسيال تاع هي 30 طن خدمه فيها فينيسيون شحال واعره اللون واعر خراسي فوجي ها هو نص الوسطاني كذلك تقريبا نفس الخدمه كتبدل غير مساله الخراسي وخصيبه مزيونه وخدمه ديالها كما كتشوف معايا خدمه واعره بزاف مسائل ناضية فيها لوين واعر خراسي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة وجوج في الوسط هما تمنية خراسي يعني فيها تمنية خراسي. هادي هي حتى هي نزلوها هنايا وعندنا هادي سونسيت جوزناها كاين هاد الفرق هنايا كلشي يكون نوع كاين عشرة عشرين قصبة كاينين منهم عشرة كاينين منهم عشرين. هادي هي الراديان عندنا زون زون اورانجي قصيبات واعرين الثمن ديالهم عاملهم حاليا 750 700 درهم هاهما قصيبات لي كخرجو بزاف في المحل شي حاجة مزيونة كربون دوريجين مسائل ناضية خراسي شي حاجة واعرة الثمن فيهم جد مناسب هادو هما موجود بخير منهم شحال ما بغيتو من حبة و كما كتشوفوا معايا خير موجود اخوتي ها هما هاد السليعه كامله اليوم المهم باش ما نطولوش عليكم في القصاب بزاف قصيبات كلشي موجود الحمد لله هاد اكامي وباقا الدفعه الثانيه هي ما جا في الطريق هما الروايد الكروسات اللي قلت لكم ملي كنبارطاجي معكم شي حاجه هي ما جات كتكون ما جا الحمد لله باش كنحاولوا نشبروا الكوموند مع هاد الاخوان كتجي السلعه كتكون كلشي ناضي هادي كاناضي ايوا ندولا جوزناهم ها هما نجيب لكم شي حاجه د المواكن هنايا المواكن اخوتي كاينه هاد البلاك ديفيل جبناها مؤخرا شي حاجه مزيونه الثمن ديالها جد مناسب هادو كاينين دابا حاليا منهم شحال ما بغيتو من حبه ممكن هاد زونزون شي حاجه دوريجين الثمن فيهم جد مناسب الثمن مزيون فيهم باش ما ننساوش ندوزو لهاد البوبينات الدريلي ننساوهمش هنايا هادو البوبينات الدريلي كيخدمو ديك دالغليط الخيط غليط كيوزو 200 متر دو لاربعين كاباسيتي ديالهم 2.5 وكيخدمو تيمانو كتخدم الاكامير ايريديوم فيكان مواكن كاملين كتخدم حتى تيمانو كتخدم لها بالغلاقة ديال تيمانو كيما كتشوف معايا هاهي مكتحتاجش شي تبدل لها الغلاقة أولا زعما شي حاجة كتخدم لها دوريجين هادي موجود الخير منهم حنا حاليا توصلنا بواحد 50 حبة باقا مجا واحد 50 حبة أخرى في الطريق باقي غير مرون شي شوية في المحل داكشي باش بغيت نعمل فيديو للإخوان ضروري اليوم البلاك ديفيل هاهي أخوتي موجودة يعني لا داعي باش نبقاو نفتحو لكم كراطن كاملين الحمد لله كنقول لكم الحاجة موجودة موجودة الإيريديوم هاهي زدنا منها إيريديوم الأخرية بحال فين هي حتى ها خاص لي شي بترينا هاهي بحال هادي هي الإيريديوم الأخرية كيجيو لها جوج دبوبينات واحد هاد الغليظ وكتجي واحد هاد الزرقاء راكبة فيها هاد الرقيق هاهي موجودة حتى هي خير موجود منها شحال ما بغيتو من حبة هاهي موجودة هاهي الإيريديوم
شي حاجه حامقه مسائل ناضيه. السي فنوس حتى هي كاينه من النار خير موجود الحمد لله. شحال ما بغيتو كذلك من حبه هي موجوده ونزيد نجيب لكم حتى 1000 حبه وجود الخير. ها هي هما خي ايوب المليح واللي بغى يجي يشوف بعينه مرحبا بها اخوتي. ها هي اكرامي. المهم باش ما نطولوش عليكم الفيديو بزاف هذا زون زون في الجديده شي حاجه واعره بزاف عاود فحالها فحال الاكامي حاجه ناضيه على حسابي زون زون فوري. هذه كتجي مع هاد البوشيطه ديالها كتجي مع هاد الرويده هذه ديالها واحد الكتاب ديالها ماكينه مزيونه خفيفه بوبينه د الالومنيوم خيط رقيق شي حاجه يا سلام كما كتشوف معايا فوري اس اس سي. هذه كتجي اخوتي بوبينه واحده ديال الخيط رقيق واللي بغى يعمل مثلا بوبينه بحال هذه كنركبوها لا اللي بغى يديها هدايا تصلح له هدايا ديها اللي بغى يديها بهاد البوبينه هذه يديها اللي بغى يديها غير بهاد البوبينه يزول هاد البوبينه ما عندناش شي مشكل يعني البوبينه الماكين اللي غيديها من عندي اختار اي بوبينه تبغى فهاد الموازين هادو ما كامل قلع بوبينه يزيد لها ينقص لها المهم ماشي مشكل الحمد لله حتى هي كاين الخير موجود منا كاينه دابا حاليا شي 20 حبه اللي عندنا هنايا في المحل وباقا في الديبو موجود الخير منا يلا باش ما نطولوش عليكم الفيديو بزاف الفيرسي اللي ها هي اليوم جبنا لكم جوج البياسات دابا جات واحد البياسه هي اللي باقا كنظن الفيرسي اللي ها هي شي حاجه يا سلام البوبينات الغليظ البوبينات الخيط رقيق الجديد ديالها كتركب شي حاجه مزيونه واعره بزاف هادو تجربه هادي هي او واحد الفندق ها هي جات مدوله ها هما كاينين بوبينات البزد الاكامي المويكنات ها هما كتشوفوا موجودين الحمد لله نعوضو غير ان شاء الله غدا نعوضو السليعه في المحل مزيان وهادي هي زدت شي حاجه تسليعه باقا لي في الدار باش تفرقوا المسائل ونعملو لكم فيديو اخر اخوتي اللي بغى شي حاجه يخلي لي ميساج على الواتساب بهذا الرقم هذايا 066 00 7102 او على الرقم بتاعو يوسف ها هو الرقم اللي بغى شي حاجه بالضبط ومرحبا بكم لا كاسا دي بيسكا سفيان كتقول لكم مرحبا بكم والحمد لله الخير موجود وما كنتحداو حتى شي واحد النهار اللي غادي نتحداو حتى ننزل لكم شي جوج الرموكات هنايا في الباب وننزل لكم السلعه ساعة نتحداوكم الحمد لله ما عمرنا نتحداو شي واحد الحمد لله يا ربي صافي باش ما نطولوش عليكم قسيمه اخوتي انا قلت لكم الحمد لله الخير موجود دخلنا هاد اربع خمسه السيريات كاينين دابا التريف وزون زون اورانجي و سبيس سونريس و سونسيت وباقا ما جالي دابا الاليستير وما جا وحده فوق هذه ربي بحال هذه 40 طن ديال الكربون هادوك هما غادي يكونوا عاود واحد السيمانه غايجيو مع الروايد ديال الكراراس وقوارب دو بلومو الاخوه اللي طالبين السلعه يصبروا علينا شي شويه الحمد لله الحركه بدات كتفك شي شويه بشويه وان شاء الله ترجع الامور الى مجاريها وباقي الخير ماجي القدام باقي شي حاجه طوب 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 باقي دابا غير البدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.